تفرض على الحكومة بأنها تضع بعين الاعتبار هذه المؤشرات السلبية. التسعة مليون واللي انعكست في قائمة الدخل، وهذه نتيجة إعادة تقييم سندات. البنك يمتلك سندات. بدي أبسط لكم بعض الأمور اللي أيضا غائبة حتى عن ذهن كبار المسؤولين في الأردن، وهي قضية السيولة. دائما التركيز على أنه موجود في سيولة بالبلد. البنك في انبسط، البنك الأردني الكويتي إذا كانت موجوداته 200 مليون هو لا يستطيع أن يقرض في السوق أكثر من حجم ودائعه. للتبسيط بليون، إحنا حجمنا بليونين، إحنا لا نستطيع إلا أن نقرض بليون واحد. البليون الثانية إيش بدك تسوي فيها؟ فجزء كبير منها جدا منها بيروح بشهادات الإيداع، بيروح بسندات الحكومية أو باستثمارات، إن كان بأسهم أو بسندات دولية وخارجية. عندنا